أستاذ محمود، ماذا حققت إسرائيل من مكاسب عقب الرد الإيراني؟ وأنا هنا تحديداً بتكلم عن المواقف الدولية الداعمة لإسرائيل، هل لقيت هذا حجة لدعم إسرائيل أكثر دولياً؟ خليني اقول لحضرتك انه للاسف الشديد الرد الايراني اعطى للحكومه الاسرائيليه برئاسه بنيامين نتنياهو قبه الحياه. هذه الحكومه كانت محاصره، هذه الحكومه كانت بتتعرض لضغوط دوليه شديده. صحيح. هذه الحكومه كانت بيتم المطالبه بعدم تصدير الاسلحه ليها، وكانت في موقف صعب جدا. عقب الرد الايراني وعقب الهجمات الايرانيه تحول الموقف الدولي، اصبحت امريكا بتتدخل، بريطانيا بتتدخل، بيحاولوا يقدموا الحمايه، الصفقات السلاح بيتم الان النظر في ارسالها الى اسرائيل، انه كل العالم النهارده اصبح مطالب بالدفاع عن اسرائيل، وتمارس اسرائيل دور الضحيه الان بشكل يعني رجعنا تاني للمربع رقم واحد، يعني رجعنا تاني لما قبل الهجوم على غزة وإلى ما قبل اشتعال المنطقة. فالرد الإيراني بالحقيقة يعني كان مسرحي وهزلي جدا، ولكن في الحقيقة قدم للطرف الإسرائيلي اللي كان بيدور عليه. حتى الردود اللي جايه من اسرائيل النهارده، اسرائيل بتقول ان هي بتمارس الدفاع عن النفس، وانه انها ترد، لانه هي من حقها الان بعد القصف الايراني انها ترد. وهذا التراشق المتبادل الان الجميع فيه خاسر، لا اقدر اقول ان الطرف ده كسب ولا اقدر اقول ان الطرف ده خسر، ولكن الجميع في الاقليم اصبح خاسر، لانه تبعات اللي هم بيعملوه ده وتبعات الازمه التي بيختلقوها الان في المنطقه يعني بتخلينا قدام ازمات متتاليه قادمه، يعني الجميع يدفع ثمنها والجميع خسر فيها.